بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، صدق الله العظيم. هنا بوضح كل المواقع اللي هي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بحيث انك انت يبقى عندك فرصة انك انت تشوف اللي انت عايزه. بالنسبة لكورس الهندسة الصحية للقسم المدني سنة 2020، لقسم الإنشائي للستراكشر سنة ستراك 2020، للمشروع للاختياري للصحي الداخلي. كذلك بالنسبة لليوتيوب، فعندنا القناة اللي هي dr.aimr31351، والتانية دي ار من غير نقطة، اي اي ام ار 3135 بس من غير واحد، دي يمكن شاملة ديت وشاملة اكتر كمان. بالنسبة لنا دلوقتي التخطيط، علشان بالنسبة للمحاضرات اللي هننزلها على الصفحة بتاعت القسم المدني، اول حاجة ان شاء الله هيكون اول محاضرة اللي النهاردة اللي هقولها دلوقتي، هيكون في مراجعة سريعة على اللي انتوا اخدتوه من اول السنة لغاية ما قبل ما ناخد الاجازة. وهركز على الحاجات اللي مطلوبة، يعني ما معناه حذفت الحاجات اللي هي ممكن ما تجيش في الامتحان، بحيث ان احنا بركز دلوقتي على الامتحان والفهم في نفس الوقت. يعني هتاخدوا الكورس كامل ان شاء الله معايا، ولكن بركز على الحاجات المهمة فقط فيه. يبقى دي اول محاضرة. المحاضرة الثانية هتكون عن المروقات كلاريفال كليتور، المحاضرة بعد كده رابز اند فلتر مرشحات، لان الاثنين دول في محطة المية. يعني كده في محطة المية اختصرتها، خدت فيها تو تانكس بس. يعني طبعا في قبل كده في الانتيك وفي الليفت بام وفي الفلاش ميكسنج تانك وفي الالم سوليوشن تانك، كل دول ما يعني اتكلمنا عليهم بس. بعد كده بنخش على كلاريفال كليتور، وبعد كده رابز اند فلتر، وبعد كده جراوند ريزرفوار. احنا برضك هيكون معانا في المراجعة هنا، هركز عليه اقول لكم ايه اللي مطلوب في الجراوند ريزرفوار. بعد كده بخش على المجاري اللي هو الصرف الصحي، هتكلم عن شبكة الصرف الصحي ازاي تصميمها برضك بطريقة مبسطة. وبعد كده محطة معالجة الصرف الصحي، برضك هركز على بعض النقاط فيها اللي هنشوفها مع بعض. فحاولوا بقى تتابعوا المحاضرات ان شاء الله، يعني ديلي يوميا، بحيث هتنزل لكم. وكل اللي مطلوب منك انك انت تستمع ليها كويس، وتكتب بقلم ورقة كده اللي انت فاهمه، واذا كان في مسائل تحاول تشوفها وتفهمها. وبعد كده لك الحرية انك انت ممكن تبعت لي على الميل، او انك انت على نفس الصفحة انك انت تقول اي استفسارات انت عايزها، وباجبك عليها بحيث نكون مع بعض. ولو اضطرينا ان احنا مرة نعمل محاضرة لايف مفيش مشكلة عندي. زي ما قلنا، كورس الهندسة الصحية هو جزئين، جزء خاص بالمياه وجزء خاص بالصرف الصحي. في المياه بنتكلم على شبكات المياه وعلى محطات تنقية المياه، كذلك في الصرف الصحي بنتكلم على شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي. هنتكلم دلوقتي أول حاجة على الجزء الأولاني اللي هو البارت 1، الجزء الخاص بالمياه اللي هو شبكات المياه ومحطات التنقية وتوزيع المياه. زي ما أنت شايف إن في أول حاجة مصدر المياه، المآخذ اللو ليفت بامب، الألم سيشن تانك، الفلاش ميكسينج تانك، الكلاري فوليكوليتور، الرابت ساند فلتر، الكولينيشن تانك اللي هو الاندر جراوند ريزرفوار، وبعد كده الهاي ليفت بامب، وبعد كده نخش عليه الشبكه. احنا اتفقنا، او انا بلغتكم على الموقع، ان هسمح السنه دي ان انا ادي جزء نظري، يعني امتحان في نظري، يعني عشان اساعدكم. يعني ما معناها، لان طبعا ما بيكون مسائل بس ممكن تكون عارفها مش عارفها، لكن النظري سهل. وهقول لك على في كل سلايد ايه النظر اللي انا عايزه. يعني كمثال مثلا، النظر هنا انا لو كلمتك قلت لك ايه هي المكونات بتاعه اي نظام المياه من اول المصدر لغايه شبكه المياه. ايه اللي بيحصل؟ الشبكه مصدر المياه، بعد كده تخش على محطه التنقيه اللي هم دول كلهم، وبعد كده هاي ليفت بامب وتروح للشبكه. تمام؟ وبرضك عايز اقول، برضك هسهل لك الموضوع، لك الحريه انك تتاجب النظري بالعربي او الانجليزي. هنتكلم اول حاجه ايه البوبيليشن اللي مطلوب فيها اللي احنا قلنا عليه. اول حاجه مطلوب منك كنظري ان انا قلت لك ايه هي طرق تقدير عدد السكان، يبقى تقدر تقول لي الخمس طرق دول اللي احنا شرحناهم قبل كده، دي اللي مطلوب، ده جزء نظري.
وطبعا شرحهم احنا قلنا قبل كده، يعني ايه اريثماتيك ويعني ايه جيومتريك ويعني ايه ديكريزنج ريت اوف انكريز. ابقى عارف برضك المعادله، انا مش هديك مساله لكن تبقى عارف المعادله، ان في حاله مثلا اذا كان اريثماتيك دي المعادله بتاعته، اذا كان جيومتريك بدي المعادله بتاعته. ده اللي في البوبوليشن، ده اللي انا عايزه منك في البوبوليشن. طبعا في جزء تاني اللي هو اذا انا جبت لك نسبه ثابته هديها في الاخر. بعد كده الووتر كونسومشن، ايه اللي مطلوب فيه؟ اول سؤال نظري، ايه العوامل التي تؤثر على معدل الايه؟ الووتر كونسومشن، اللي هو الفاكتورز افكتنج ريت اوف ووتر كونسومشن. ودي اتكلمنا عليها برضك لما كنا بنتكلم ما بين المناخ وما بين الحجم المجتمع، عدد السكان، ما بين كواليتي اوف ووتر، ما بين اذا كان في اثار صحي موجود ولا لا، وهكذا. وتبقى عارف برضك ايه؟ ان كل واحده من دول التناسب بتاعها، مثلا الصرف الصحي لو موجود يبقى هتوقع ان الووتر كونسومشن عالي. لو الكواليتي بتاعت المايه كويسه يبقى هتوقع الووتر كونسومشن عالي، لو ضغط المايه كويس يبقى هتوقع ان يعني الستاندرد ليفل كل ما بيزيد كل ما الووتر كونسومشن هيزيد، وهكذا. بعد كده ان ازاي بقدر الووتر كونسومشن في المستقبل، في الطريقتين اللي هم الميتر سيستم والكومبليت ميتر سيستم والافرج اللي هو 10%. انا عايز بس يبقى عارف دي بس كفايه، يعني تبقى عارف انك انت نسبه الزياده في الووتر كونسومشن هي 10% من الزياده في البوبوليشن. يعني معناها ايه؟ بي 2 ناقص بي 1 على بي 1 بضربها في 10% بيجيب لي منها الزياده، بس تطلع 5% تطلع 6% تطلع وهكذا، يبقى 1.7% في الووتر كونسومشن. طبعا ايه؟ النسبه اللي انا بجيبها ال 10% دي تعتبر مش بارير، لا دي طوال كلها، خلال الفتره كلها. لان انا بقى عندي ايه؟ بجيب النسبه في زياده عدد السكان، يعني ما معناه باخد في الاعتبار البي مثلا سنه 2060 والبي 2020 على البي 2020، يبقى كده انا خدت ايه؟ اعتبار للزياده السكانيه في الفتره كلها. لو خدت من 10% يديني الزياده مباشره اللي هي هتكون في الووتر كونسبشن. لو مثال كمثال مثل كده، لو انا عندي كان عدد السكان حاليا كان 100,000 مثلا، والووتر كونسبشن كان 250 لتر بير كابيتا بالدي، وقلت لك ان معدل زياده في السكان 2.3% برير، ودي قلت لك دي النظام المتبع في المحافظات. فبقول لك بريدكت، طبعا ما قلتلكش فايند، بقول لك بريدكت ذا بوبليشن افتر 20 ييرز. طب هتعمل ايه؟ انا عايز 2000 مثلا و40، يبقى بوبليشن 2040 هيساوي 100,000 في 1 زائد 2.3% اللي هي نسبه الزياده اس 20، يطلع لي ان مثلا طلعوا ايه؟ 157,000 بعد ما كانوا 100,000. دي كمثال. الووتر كونسبشن باخد 10% من الزياده في البوبوليشن، يبقى بوبوليشن 2040 ناقص 2020 على 2020 طلع مثلا 0.257، يبقى بضربها في 250 في 1.01757 بيطلع 264. يبقى معنى كده ان الووتر كونسبشن حاليا هو عباره عن 250، بينما في المستقبل هيكون 264. بعد كده اتكلمنا عن التصرفات، قلنا ان عندنا في افريج وفي مانثلي وفي ديلي وفي اورلي، لازم نبقى عارفينهم. بعد كده اتكلمنا على الفاير، وقلنا ان الفاير عشان اجيب كميه ميه الحريق المتر كيوب بجيب التوتال بوبوليشن بقسمه على 10,000 هنا في 60 في 2، وقلنا برضك يفضل في 2 ثانيه، ويطلع في الاخر اليونت متر مكعب اللي انا باخد منها 80% في الخزان الارضي و20% في الخزان العالي. طبعا الجدول ده مش مطلوب بيتحفظ، ولكن بفهمك بس انك انت الكيو فاير اللي انا بدالك في الامتحان في اثناء ما بقول لك عايز اصمم شبكه ميه، دي بيكون اكوردنج لعدد السكان طبعا طبقا للكود المصري الايجيبشن سبيسيفيكيشن بتاع الايه؟ الاعمال المياه. وبالتالي هنا لو انا فرضا عدد السكان 100,000 يبقى 40 لتر ثانيه وهكذا، وقلنا الليتر بير سكند دي عشان تصميم الشبكات، بينما اللي احنا جبناه قبل كده اللي كانت البوبوليشن 10,000 في 60 في 2 في 2 دي كانت علشان الميتر كيوب عشان الخزان الارضي والخزان العلوي. بعد كده الديزاين فلوس اللي هي التصرفات التصميميه، عندنا محطه تنقيه الميه بنصممها على 1.1 كيو ماكسيمم مانثلي، قلنا ليه 1.1؟ شبكه الميه بنصممها على الكيو ماكسيمم مانثلي زي كيو فار او كيو ماكسيمم اورلي، وبنجيب الاكبر منهم هو ده اللي بصمم عليها. الديستريبيوشن للموزعات بتصمم على كيو فاير، الهاوس كونديشن بتصمم على كيو ماكسيمم اورلي. دي باختصار طبعا، بالاضافه بقى لما نيجي نتكلم على الخزان الارضي هنقول لك بيصمم ازاي، الخزان العالي بيتصمم ازاي. دي برضك بيوريك انك انت ايه نفس اللي انا قلته قبل كده، ادي الوتر تريتمنت بلاند ابتداء من الانتيك لغايه الجراوند ريزرفوار 1.1 كيو ماكسيمم.
الشبكه اللوبز بتبقى كيو ماكسيمم مانث زي كيو فاير اور كيو ماكسيمم اور يوم اكبر. الديستريبيوترز اللي هي الخطوط الفرعيه، يعني انت عارف ما معناه انك انت لما بتيجي تخطط شبكه ميه بتعملها في صوره لوبز حلقات، الحلقه دي بتبقى في حدود كيلو في كيلو او سيجما ال اللي هو البريمتر بيكون ما بيزيدش عن 4 كيلو، دي بنسميها لوب اللي هي دي. اما بقى ان بتوين اللي هي الخطوط بقى الداخليه اللي هي في الشارع اللي جنبك، الشارع اللي وراك، الشوارع العرضيه الطوليه، المهم ان هي بعيده عن اللوب بس هي طبعا في الاخر بتنتهي في اللوب، دي بنسميها الديستريبيوترز، الموزعات اللي بتوزع بقى على العمارات وعلى المساكن بنصممها على ايه؟ على كيو فاير. اما الوصله اللي داخله عندك في العماره بنصممها على كيو ماكسيمم اور. طبعا ده الكلام ده مهم جدا. نشوف الخزانات اللي احنا قلنا عليها، قلنا عندنا نوعين من الخزانات، في خزان ارضي وخزان علوي. وهنشوف ايه اللي مطلوب في الخزانات. ادي الخزان الارضي ده شكله شرحناه قبل كده. كل ما فيها ان لو جات لك مساله عشان تصمم اقول لك اوجد لي حجم الخزان الارضي، في هذه الحاله عندك 3 سي، بتاخد السي ماكسيموم فيهم وتتجمع عليها 4 اخماس الفاير ديماند، واكيد كنت اخدتوها في السكشن الشرح بتاعها وانا شرحتها في المحاضره، ولكن انا بس يعني نوهت في بعض حاجات بعد كده هقول لكم في الافكار. طبعا دي مساله عاديه ان هي بيقول لك صمم لي الخزان الارضي واذا كان ووتر كونسامشن موجوده وكان بوبيليشن، وقلت لك قبل كده ان ممكن نفس المساله دي تيجي بس بيقول لك صمم لي الخزان الارضي ده مثلا بعد 40 سنه، يبقى ما معناه لازم تيجي بوبيليشن بعد 40 سنه والبردك الووتر كونسامشن بعد 40 سنه زي ما شرحنا سابقا. تمام. طبعا في حاله البوبيليشن بعد 40 سنه لازم هكون مديك هنا مثلا ان الريت مثلا اوف انكريس مثلا 2.5% برير، مش هدخلك لا اريثماتيك ولا جيومتريك يعني خلاص، ايه عم بهديك نسبه ثابته وبناء عليها بتجيب لي البوبوليشن والووتر كونسامشن بيجيب قلنا ان اللي هو ال 10% من الزياده في السكان، يبقى دي طبعا دي سهله، يبقى لو انا جبت لك خزان ارضي بعد عدد من السنين يبقى لازم تجيب بوبوليشن والووتر كونسامشن بعد هذه العدد من السنين. ايه تاني؟ نشوف مع بعض. طبعا في نقطه قبل ما اخش على الاليفيت التانك، ان احيانا باجي طبعا زي ما انت شايف كده المساله مجرد بوبوليشن ووتر كونسامشن، احيانا كنت باجي بروح مدي العلاقه ما بين التايم والووتر كونسامشن اللي انت هتشوفه بعد كده دلوقتي في الايفنت التانك في الخزان الارضي، يعني اجي اقول له صمم لي خزان ارضي وبعد كده اروح مدي له ايه؟ اروح مدي له علاقه ما بين مثلا من الساعه 12 ل 2 2 ل 4 4 6 وهكذا. كل الطلبه طبعا متصورين اول ما بيلاقوا الجدول ده ان دي مساله الايفنت التانك، خلي بالك لا هي مش الايفنت التانك، اقرا الاول مثلا ديزاين ايه؟ جراوند ريزرفوار، يبقى خلاص تقول لي طب الجدول ده هعمل بيه ايه؟ كل ما فيها انك انت تجمع الووتر كونسامشن وهو التوتال يبقى هو ده، يعني ما معناه لو انا جبت لك مساله فيها الجدول ده مش هجيب لك اقول لك في الاول ايه؟ ان الووتر كونسامشن 250، لا هسيبك انت اللي تجمعها. تمام؟ طبعا بالاضافه للافكار اللي احنا قلنا عليها قبل كده، يعني على العموم اني هتغاضى عنها ان هي حكايه ان لو انا جيت خلاف الساعتين خلاص هي هتيجي ساعتين مباشره، بس تبقى فاهم انك انت لما بتجمع الووتر كونسامشن في هذه الحاله ان ايه التوتال هو الووتر كونسامشن عندك، لان في ناس اللي مش هتعرف الكلام ده هتيجي في الامتحان يقول المساله ناقصه ويبتدي يفرض اي ووتر كونسامشن وطبعا المساله بتبقى كلها غلط، لان طبعا بيفرض اي حاجه من دماغه، لا المساله فيها ووتر كونسامشن هو ايه؟ ان الجدول ده انك انت تجمعه زي ما هنشوفه بعد كده اوريك الجدول عباره عن ايه. بعد كده نخش على الخزان الارضي، طبعا الخزان الارضي قبل ما او الخزان العلوي قبل ما نتكلم عليه، تعال نرجع للارض شويه. ايه اللي عايز ترجع ليه؟ انا اتفقنا في امتحان فيه النظري، تقول لي طب لو انت جبت لي نظره في الخزان الارضي هتقول لي ايه؟ هقول لك اول حاجه ايه فائده الخزان الارضي؟ الفائده الخزان الارضي ما فيهاش اي حاجه، كلها هتجيبها من الثلاثه سي اللي انت قلتها. الثلاثه سي اللي انت بتصمم بيهم هو ده الفائده. يعني هتقول لي ايه؟ اقول لك ما هي مثلا الغرض مثلا البيربوس اوف ايه؟ جراوند ريزرفوار، هتقول لي اول حاجه فور ايمرجنسي، وبعدين هتقول لي بخزن ستورج ديلي ناقص مانس فور وان دي، هتقول لي ان انا بعمل فيه بضيف فيه كلور، خلاص بس كده مش عايزك تقول وايه تاني، وهحط فيه كمان حريق 80% بس كده. يبقى ما معناه لو انا قلت لك الغرض يبقى عندك اربع اغراض هم دول من السي اللي انت عملتها. حبيت اقولها بس عشان ايه ما تجيش في لو جات لك نظري ايه فائده الخزان الارضي، هي نفسها اللي انت عارفها في الديزاين طالما انك انت عارف الثلاثه سي. طب الخزان العلوي ايه فائدته؟ اول حاجه بالنسبه للووتر كواليتي، وبعد كده الحاجه الثانيه بالنسبه للووتر بريشر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ان هو بيقول لك تو كفر ذا فلكتويشن ان ووتر كونسامشن ثرو الدي، يعني ما معناه انك انت خلال اليوم الووتر كونسامشن طالع نازل
يعني ممكن نبتدي الصبح عالي، بعد كده ما نروح لعملي بواطي، وبعدين نرجع عالي وهكذا. فالووتر كونسامشن بيكون بيتذبذب. علشان ان انا اثبته او اعمل عمليه بالانسنج في هذه الحاله، بستخدم الخزان العلوي عشان يبتدي ايه يشوف لي العمليه ان ايه بيبقى فيه افرج هو شغال عليه، اللي هو لا عالي ولا واطي وهكذا. كذلك ان هو بيغطي لي 20% من كميه الماء المطلوبه الحريق اللي احنا قلناها من شويه. دي ككوانتيتي. طب كبريشر، تو امبروف ذا بريشر ان ديستريبيوشن سيستم ديورنج بيك كونسامشن. ايه دي بقى عباره عن ايه؟ هنشوفها بعد كده في الرسومات، ان ما معناه ان احنا زي ما قلنا قبل كده والكلام ده شرحناه، بس انا بعيده تاني يعني عشان مراجعه عليكم. يعني بقول ان وجود الخزان العالي جنبك ده بيحسن لك الضغط. يعني ايه؟ يعني انا لو ما فيش خزان عالي يبقى معنى كده ان انا بعتمد على البريشر بتاع محطه الميه، اللي هو طبعا بيحصل له لوسز لغايه ما يوصلك. ممكن يوصل عندك مثلا البريشر ما يطلعلكش الميه للدور الرابع، خلاص خلاص يبقى ما فيش ميه في الدور الرابع. لكن لو موجود خزان علوي جنبك، الخزان العلوي ده بيكون اتملى يا اما بالليل يا اما اثناء الايه المينيمم ديماند، كويس. وفي هذه الحاله يبقى في ميه، فيحصل ايه؟ ان الميه تنزل منه، يبقى انت بتتعامل معاه هو مش بتتعامل محط ميه. يبقى البريشر هو اللي جنبك، هو ارتفاع الخزان العالي اللي هو ممكن يوصل بقى للدور الرابع دور خامس عندك، يبقى كده حسنت لك الضغط. كذلك تو ابزورب سادن اكسسيف بريشر ديو تو ووتر هامر. برضك دي مهمه، ان في الووتر هامر، ووتر هامر عباره عن ايه؟ مطرقه مائيه. يعني ايه؟ يعني ما معناه ان الطرمبات عندي شغاله في امان الله، ومره واحده الكهرباء تتقطع، تلاقي الميه ايه ترجع بقى، بيسموها موجات مرتده. الموجات المرتده دي بتبقى خطيره جدا، ومش عايز اقول لك بالنسبه لحساب الووتر هامر دي ليها متخصصين وليها برامج عشان احمي الطرمبات واحمي عنبر الطرمبات، وبالتالي فان الموضوع ده كبير. لكن احنا بنقول بالنسبه للشبكه بتاعتنا، وجود الخزان العالي ده برضك بيكون ليه تاثير ان هو بيهبط من الايه البريشر. احنا معنى ايه؟ ان الموجه رائعه تروح داخله الخزان العالي، تروح خش جوه هتلاقي فيه زي ما هنشوف في الخزان العالي، تلاقي فيه بريشر ريليس فالف، محبس تخفيض ضغط، بحيث ان ايه بيمتص الضغط بتاعها. يبقى برضك ايه يعني ما معناه كان يعتبر كصمام امان وجود الخزان العالي على الشبكه. تو الاف ذا اكستنشن اوف ذا سيتي، طبعا دي برضك مهمه. ليه؟ انا عندي مدينه سكنيه وبعد كده صممت شبكه المايه، لكن بيقول ايه احتمال ان في اكستنشن، يعني في احتمال ان في مدينه جنبيها وهتاخد ميه من نفس الايه الشبكه دي. بعمل ايه؟ بروح عامل في نهايه الشبكه دي خزان علوي. خزان علوي يعني ايه؟ يعني ليه بريشر، يعني ارتفاعه بيمثل البريشر. بالنسبه على اساس ان انا بعد كده ما بعمل المدينه يبقى السورس اوف ووتر هو الايه؟ الخزان العلوي. يعني ما معناه زي قريه سياحيه اي حاجه، بحيث الخزان العالي دوت بيمثل البريشر. يعني ما معناه ضامن عند بدايه المدينه الجديده ان البريشر مثلا هو كذا اللي هو ارتفاع الخزان العالي. يبقى اذا انا بحط الخزان العالي في اطراف الشبكه احيانا في حاله اذا كنت متوقع ان في اكستنشن للمدينه. زي ما انت شايف اهو، ادي الخزان العلوي مثلا عند محطه الميه، وادي العمارات السكنيه. هنا بيكون اثناء المينيمم ديماند. يعني ايه مينيمم ديماند؟ يعني بالليل. بالليل الضغط المايه عالي، كويس اهو، شوف كل دول ما فيش مشكله عندهم. يجي بعد كده ان في بالنهار اثناء البيك اور تلاقي الخط الاحمر ده. يبقى ده الضغط، يعني ما معناه الفواقد زادت، لان الخط ده بيمثل ايه؟ البريشر في داخل المواسير اللي هو بيسموه الهيدروليك جريدينت لاين. طب يبقى هنا اصبح الشخص ده ايه؟ محروم من الميه. طب اعمل ايه عشان اجيب له ميه؟ قال لك طب ما تيجي نعمل له خزان علوي بعديه. يبقى الخزان العلوي ده يبقى اثناء ما هو المينيمال الماكسيموم ديماند اللي هو بيبقى عندنا ان هو الماكسيموم لوسز بتحصل لها في هذه الحاله، ان هنا مش هيتغذى. ولكن وجود الخزان العالي، شوف بقى الهيدروجين بتاعه هو الاحمر ده، يبقى غطى ده، يبقى اذا ده عنده ميه وهكذا. يبقى اذا اللوكيشن، يعني لو انا سالتك سؤال في الامتحان ايه هي اللوكيشنز بتاعه الخزان العلوي، ممكن تقول لي في اول المدينه، ممكن تقول لي في اخر المدينه، ممكن تقول لي في نص المدينه، ممكن تقول لي في اطراف المدينه وفي اكتر من مكان، ممكن في اول مدينه في اخرها في نصها وهكذا. وبرضك عشان تبقى فاهم ان الخزان العلوي ده بيتعمل او بنختار اللوكيشن بتاعه طبقا للبريشر في الشبكه، طبعا مع التحليل الهيدروليكي بواسطه الايه برنامج الووتر كاد، بحيث ان احنا بنعرف ايه الاماكن اللي فيها الضغط متاثر باللوسز اللي موجوده، وبالتالي فان انا اللي هو يا جماعه معناه اقل مثلا من 25 متر، في هذه الحاله ببتدي احط خزان علوي عند هذه النقطه. ده الخزان العلوي وكلمنا عليه في المحاضره. طبعا مش هيجي لك رسمه في الخزان العلوي، مجرد بس عشان تعرف ايه هو الخزان العلوي. بعد كده بالنسبه للتصميم،
عشان نصمم الخزان العلوي، وطبعا تحطوها برضك في السكشن، يا اما عن طريق ان انا برسم الجراف اللي هو الماس كيرف وبجيب الكوردينت اي وبي بجمعهم بضربهم في البوبوليشن، يا اما ان انا بكون الماكسيموم اور ناقص الماكسيموم مانثلي فور تو اورز. ما تنساش تو اورز، لان في ناس احيانا اللي بيطرح دي ناقص دي وفور وان دي يطلع كميه كبيره جدا. طبعا غير منطقيه ان تحط كميه كبيره في الخزان العلوي اللي هو موجود سبورت على اعمده، وبالتالي فدي بتبقى فور تو اورز. باخد الاكبر من الاثنين اللي فاتوا واجمع عليها سي فاير. سي فاير اللي قد ايه؟ اللي هي الخمس الفاير ديماند اللي قلنا ال 20%. بالنسبه بردك للديزاين كاراتيريا، قلنا الهايت بتاعه بيكون اكوردنج تو ذا تانك لوكيشن وذ ريسبكت تو ذا بامب ستيشن لوكيشن. طبعا يعني ما معناه احنا قلنا ان محطه الميه فيها بامب ستيشن بتضخ الميه وفي خزان علوي، لازم انا بضامن ان الخزان ان الترومبه دي الضغط بتاعها في لحظه ممكن يبقى اكتر من الخزان العام عشان يتملي، والا هتعمل خزانات عاليه ومش هتتملي. فبيقول في الغالب بيبقى ان ارتفاع الخزان عالي بيتم من 30 ل 35 متر، والعلاقه بين الدبس وما بين الدايمتر بيبقى تلتين، يعني الدبس على الدايمتر بيبقى تلتين. ده بيسموه فور ايكونوميكال دايمنشنز اللي هو عباره عن الابعاد الاقتصاديه. دي مساله وخدتوها قلتها قبل في السكشن اللي هي عباره عن ايه، ان انا بقول لك من واقع البيانات اللي هي خاصه بالووتر كونسامشن من 12 ل 2 مش عارف 2 لتر بالتو اور. زي ما قلت لك ان هنا كان في افكار، خلاص حلق الافكار دي عشان بس ايه الظروف اللي احنا فيها. مش حد لا هقول لك بقى 1 اور و2 اور وبتاع، لا هتلاقيها تيجي مباشره. يعني ما معناها تجمع دول مباشره يدينا الووتر كونسامشن لو كنت بشتغل في الخزان الارضي. لو في الخزان العالي هنبتدي بقى نتعامل معاه. قلنا عندنا حاجتين، يا اما يكون عدد ساعات التشغيل 16 يا اما 24. لو لم اذكر في المساله يبقى هم 24. يبقى في هذه الحاله انت مش محتاج غير ترسم بس الايه الماسكر. لكن في حاله لو انت اديتك 16 ساعه، في هذه الحاله انت مضطر ترسم الووتر كونسامشن كاركترستيك كير اللي هنشوفه اللي هو ده. ببتدي ارسم دوت اشوف من 12 ل 2 وكده، وببتدي اوصل بين النقاط دي، يبقى ده اسمه الووتر كونسامشن كاركترستيك كير. وبعد اللي هو ما معناه بحدد منه يعني من هنا ايه فائدته؟ فائدته علشان احدد الوقت اللي انا مثلا 16 ساعه اللي فيها اكبر مساحه فوق ايه؟ يعني ما معناه لو واحد قال لي طب ما ناخد من اربعه، اقول طب تعال نشوف مين ده اكبر ولا ده اكبر؟ هتقول لي ده اكبر، يبقى اذا دي صح. واحد يقول لي طب ما نخش يمين، نخش يمين، يبقى سيبنا دي وخدنا دي، لا بقى ده غلط. يبقى ما معناه ان انا خدت الفتره من 6 ل 10 اللي هي بتمثل 16 ساعه اللي فيها اكبر استهلاك، يعني ما معناه ايه الاكبر اريا اللي موجود. فباجي بعد كده في الماس كيرف عندي من 6 ل 10 زي ما انت شايف كده، ادي 6 وادي هنا 10، اروح طالع راسي ودول اللي وصل بينهم ده بيسموه الايه؟ السبلاي كيرف. ده انما المنحنى ده هو الديماند كيرف، وقلنا ان احنا بنعمل مماس هنا ومماس هنا. طبعا مماس بيكون موازي الخط ده، والكوردين ده بناخده ونشوف اكبر زياده واكبر نقصان اللي انتوا خدتوها في المحاضره وخدناها برضك في السكشن. بس انا بركز على الحاجات المهمه انت عارفها. طبعا برضك نفس الكلام ما ننساش سواء في المثال اللي فات دوت، ان برضك البوبوليشن والووتر كونسامشن قد يكون برضك مطلوب منك انك انت تعمل لها استيميشن في المستقبل. يعني برضك هقول لك مثلا الخزان الارضي او الخزان العالي في سنه كذا او بعد 20 سنه، فتعرف انك انت تجيب. طبعا هنا في الخزان العالي بناخد بقى 20% من الحريق بنزودهم على الساعه اللي عندنا كده، يبقى ده الخزان او ده الحاله اللي احنا لو احنا عندنا 24 ساعه مجرد بوصل النقطه دي بالنقطه دي يبقى الكوردينت دوت ده. لكن في حاله لو خلاف ال 24 ساعه بضطر اشوف الفتره زي ما جبنا قبل كده مثلا كان 6 ل 10، ومش لازم كل مره تبقى 6 ل 10، دي حسب انك انت بتشوف ان التايم اللي هو 16 ساعه اللي فيه اكبر مساحه، يبقى لازم مضطر كنت ترسم الكونسامشن كاركترستيك كيرف عشان تحدد الفتره الزمنيه. لكن في حاله لو كان عدد ساعات التشغيل 24 ساعه، انت مش محتاج ترسم الكونسامشن كاركترستيك، لان انا بلاقي ناس في الامتحان بيحلوا الليفت تانك لازم يرسم الثاني، ملهاش فايده، فخلي بالك. وطبعا دي المساله. بعد كده خدنا تصميم الشبكات في المحاضره وعرفنا عندنا في اربع طرق، يبقى ده سؤال نظري. لو قلت لك ما هي طرق تصميم شبكات المياه، هتقول لي الايكوفلنت بايب ميثود والسيركل ميثود والميثود سيكشنز والهارد كروس ميثود. احنا خدنا في المحاضره الهارد كروس ميثود والميثود سيكشن وخلاص، مش هدي الطريقتين دول خلاص، يبقى دول مش هجيبهم في الامتحان، يبقى دول الطريقتين دول اللي هركز عليهم زي ما هنشوف مع بعض. دي طريقه الهارد كروس ميثود، قلت لك لازم تبقى حافظ المعادله دي بتاعت ويليام هازم فورمولا، ولازم تبقى عارف ان كيو المتر كيو بير سكند، السي دوت الكوفيشنت بتاع الايه المعادله اللي هو بيسموه هازن ويليام كوفيشنت، وده اللي بيتوقع
او مرتبط بنوعيه الماسوره، وطبعا هيكون جيفن. طبعا لو انا ما اديتوش بتاخده 100 مباشره، لكن يعني في الغالب بدي. والديامتر بين متر، والاس طبعا اسلوب ذا انرجي لاين. ناخد بالنا ان الاس هنا ده ميل خط الضغط الهيدروليكي، يعني ايه؟ يعني البريشر في البدايه ناقص البريشر في النهايه، والفرق اقسمه على ال بتاع الماسوره، بدائل ده الاتش ال. لكن لما نيجي نتكلم في الصرف الصحي هنلاقي في معادله مانينج، هنلاقي الاس هي عباره عن ميل الماسوره. فناخد بالنا طبعا المعادله دي منبثقه من المعادله دي، اللي يحب ان هو يستنتجها عشان يشوف جت ازاي، وممكن تحفظها مباشره. دي برضك نفس الكلام. طبعا هنا كنت حاطط على اساس ان انا هبتدي اوريك انك انت ازاي تستخدم الجدول. برضك الجدول انا مش هجيب، يعني هيجي لك مساله ممكن حاجه بسيطه زي دي مثلا ماسوره، وبقول لك ان البريشر هنا قد ايه والبريشر هنا قد ايه، والجراوند ليفل والجراوند ليفل، وقطر والدام واللينز، وبطلب منك اي بيانات ناقصه. يعني خلي بالك، يعني مثلا مساله زي دي انا طالب فيها ايه؟ مطلوب فيها فايند ذا فلو افيلبل ات بوينت ايه. طب ما انا ممكن اديك الفلو واطلب منك القطر. طب ما انا مديك اديك الفلو وممكن اطلب منك اديك بريشر كلهم ما عدا البريشر ده، او كلهم ما عدا البريشر ده. الموضوع اظن سهل، فاذا الموضوع مش صعب خالص. حاول تتمرن عليها انك انت تخلي البارامترز مختلفه. الحاجه الزياده اللي ممكن مثلا فكرت ممكن اجيبها، ممكن اجيب بدل ما اجيب ماسوره ممكن اجيب ماسورتين، ماسوره وبعد كده ماسوره ثانيه. وممكن اقول لك والله ان الماسوره دي المايه ماشيه كده، والماسوره دي المايه ماشيه كده، وهنا في مدينه هي بتاخد من الاثنين او بيلتقوا بعد كده بيطلعوا. ففي هذه الحاله برضك نفس الكلام، حاجه تاخد الجراوند ليفل هنا والجراوند ليفل هنا والجراوند ليفل هنا والبريشر بريشر. فحاول تتمرن تشوف ازاي انك انت لو جالك مثلا اكتر من ماسوره، ماسورتين ثلاثه، ازاي نتعامل معاهم بنفس الطريقه اللي احنا اتعاملنا معاها في هذه المساله. وطبعا ده الحل اهو برضك عشان تتمرن عليه. وطبعا انت عارف البار هو 10 متر، يعني 5.5 بار، يعني 55 متر. وطبعا لازم تاخد بالك من اختلاف الجراوند ليفل، لان لو واحد اشتغلها ان هي فلات تبقى المساله كلها غلط، لان انا قلت لك ان الجراوند ليفل قد ايه وهنا الجراوند ليفل قد ايه. ترسم اقدر في ماسوره ما في خط تاني يبقى في جراوند ليفل تاني، اشوف جراوند ليفل فرض انا اعمل كده واطلع كده وبعدين اشوف برضك البريشر هنا وهكذا. الموضوع سهل وما فيهوش اي حاجه. طريقه ثانيه كانت الميثود اوف سيكشنز اللي هي طريقه القطاعات. وطريقه القطاعات احنا قلنا ان هي الهدف منها ان احنا بتشيك على اكزيستنج او بروبوز ووتر نتورك، يعني برضك ان هي ممكن تبقى الاوبجكتيف عارفه هنا، يبقى انا بعمل تشيك على سيستم اكزيستنج مش عارف كان موجوده او مقترحه. طبعا دي الطريقه بتاعتها ان احنا بنعمل ايه، وقلنا بنعمل قطاعات كويس برضك تسهيلا ليك. مش هجيب لك مساله بالطريقه ديت او تقعد تعد مواسير، لان هجيب لك مساله اللي بجيبها كل مره، بس هيكون فيها بعض اختلافات بسيطه زي ما قلت هقولها دلوقتي. طبعا هقول لك ان القطاع ده بيقطع المواسير دي خلاص مفيش مشكله. هقول لك ان البوبيليشن هو 24000، برضك ممكن ابتدي اقول لك والله اعمل لي تشيك على السكشن سي سي ات مثلا سنه كذا او افتر 40 ييرز، يبقى لازم تجيب البوبيليشن ووتر كونسبشن بعد ال 40 ييرز بس. لكن الفرد ما طبعا مش هيتغير، هو طبعا هيتغير طبعا. ليه؟ لان البوبيليشن بيتغير يبقى لازم الفاير ديماند بيتغير. ولكن طبعا يعني هو لو عايز اجيب لك المساله المظبوطه جدا يبقى في هذه الحاله يبقى الفاير ديماند اللي انا مديه هو ده يعتبر هو بعد ال 40 سنه او بعد التايم ده، لان طبعا احنا عرفنا الفاير ديماند مرتبط بعدد السكان، وبالتالي فانت توقع خلي بالك ان الفاير ديماند ده هو ده اللي هو ايه سنه الهدف اللي احنا عاوزينه بس كده. يبقى دي المساله لو انا جبتها فيها افكار هي الوتر كونسبشن بوبيليشن، هتعمل لها استيميشن وتشغل وتحل المساله زي ما احنا ايه حليناها في المحاضره بالشكل ده، وتراجع برضك الحل ده. واذا كانت طلعت انسيف تعرف ازاي انك انت تعمل عمليه لو ادنج بايبس او اي حاجه بحيث عشان البريشر يتحسن. دي بمنتهى البساطه مراجعه سريعه اللي انت خدته من اول السنه لغايه قبل الاجازه، وركزت لك على الحاجات اللي احنا مطلوبه ولغيت لك الحاجات. طبعا هي مش لاغي، انا طبعا خلي بالك ان الحاجه اللي بشيلها دي مش معناها ان هي نقصت الكورس، لا انا عارف ان دي مش مطلوبه منك، يعني مش هتستخدمها قوي وانت متتخرج يعني، وبالتالي فانا ايه شلتها. ان شاء الله المحاضره التاليه هتكون على المروقات اللي هو كاليفيكيتور ورابيد ساند فلتر، واتمنى لكم ايه التوفيق والنجاح. ولو في اي حد ليه سؤال ده تليفوني وده الميل بتاعي، وشكرا.